ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على نبينا الذي مصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، نريد أن ننهي كتاب الإيمان من السنن، باب ما جاء في من رمي أخاه بالكفر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولا عن المؤمن قاتله، ولا عن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. هذا الحديث فيه تحذير الشديد، شديد اللهجة، على من يعني قتل، على من قال لأخيه يا كافر، أو رمى أخيه بالبدعة أو بالكفر، فإنه من رمى أخاه بالكفر حارت عليه، إما أن يكون كذلك، وإما أن ترجع عليه. لذلك قال علماؤنا: من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وأن من رمى أخاه بالبدعة إلا ما يكون كذلك فهو المبتدع. عليكم السلام كذا، أحسن الله عليكم، رضي الله عنكم جميعا. عليكم السلام عليكم. وفي قوله: ليس على العبد نذر فيما لا يملك، فإنه إذا نذر نذرا لا يملكه لا يستطيعه فإنه ليس عليه، لأن الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد نذر فيما لا يملك، في رواية قال: ولا في معصية الله. وأيضا إذا كان قد نظر نظرا وهو في معصية الله جل وعلا ليس عليه الوفاء، بل يحرم عليه الوفاء. وأيضا الجمهور على أنه يستحب له أن يكفر، والحنابلة قالوا: يجب عليه أن يكفر عن يمين. والصحيح أنه لا يجب عليه أن يكفر، بل يستحب له أن يكفر. قوله: ولاعن المؤمن كقتله، ولاعن المؤمن كقتله، يعني ما قال أخي أنت ملعون، فإما أن يكون كذلك، وإما أن يلعنه الله جل وعلا. عليكم السلام وبركاته. إما أن يكون يعني، وعليكم السلام وبركاته. نعم، شعبان هو شهر بين رمضان وبين رجب مضر، يغفر عنه كثير من الناس وترفع فيه الأعمال، وفي ليلة يا باهد له يغفر ينزل الله أو يدن الله من عبادي يغفر لكل أحد إلا لكافر أو مشاحن. قال: وترفع فيه الأعمال، وحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم: ولاعن المؤمن كقتله، من لعن مؤمنا إن كان كذلك وإلا حارت عليه، كأنه قتله. شوف، انظر إلى القتل. وقد قال: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن قتل مؤمنا بكفر فهو كقتله، كقتله يعني. أيضا من قال لأخيه يا كافر، في رواية قال: فقد باء بها أحدهم. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن كان كذلك وإلا رجعت عليه. ومن قتل نفسا بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. هو يبين لك أيضا القتل عند ربنا جل في علا ليس بالهين، فحسابه ليس بالهين. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، كما قال: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها.
ومن تحسسهم من فهو في نار جهنم تحسسه خالدا مخلدا فيها. في رواية قال خالدا مخلدا فيها أبدا، خالدا مخلدا فيها أبدا. قوله في الباب عن أبي ذر وابن عمر، حديث أبي ذر أخرجه البخاري مرفوعا: لا يرمي رجل رجل لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذا حديث حسن صحيح أخرجه أحمد الشيخان وأبو داود والنسائي بن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، أيما رجل قال لأخي يا كافر أو كافر فقد باء به أحدهما. يعني الأمر هنا إذا قال لأخي يا كافر ولم يكن كذلك رجعت عليه، رجعت عليه. لكن هذه المسألة لابد أن تفهموها جيدا، هذه المسألة يعني ترجع عليه بشرط. ترجع عليه بشرط هو أن لا يكون الذي كفره مجتهدا، ألا يكون الذي كفره مجتهدا. فإن كان مجتهدا فلا شيء عليه، لأن الاجتهاد يعني قد قال الله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه منهم. فالمجتهد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب إذا 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 قضى الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر واحد. نعم. ثم قال المصنف: هذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأخرجه البخاري ومسلم. نعم. باب ما جاء فيه، نريد ننتهي من الأبواب كلها. باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن عجلان عن محمد يحيى بن حبان عن محيريث عن صناحبي عن عباد بن صامت رضي الله عنه أرضاه وقال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم. وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. شوفونا في هذا الباب وفي الباب عن يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وجابر بن عمر وزيد بن خالد قال: سمعت ابن أبي عمر يقول: سمعت ابن عيينة يقول: محمد بن عجلان كان ثقة مأمونة. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله، وقد رويا عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. قال أبو عيسى: وجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار. وقد روى عن عبد الله بن مسعود وابي ذر وعمران بن حسين وجابر بن عبد الله وابن عباس وابي سعيد الخدري وانس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج قوم من النار من اهل التوحيد ويدخلون الجنه. هكذا روى عن سعيد بن جبير وابراهيم النخعي وغير واحد من التابعين. وربما وقال في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: واذا اخرج اهل التوحيد من النار وادخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا حديث عظيم جدا يبين لك أولا فضل الزيارة والعيادة وعيادة المريض، لأنه يصبره، لأنه يفتح له الأبواب التي تكون فيها الخيرات. نعم. بأنه يذهب إلى رب الأرض والسماوات، والله جل في علاه رحيم ودود لطيف سبحانه جل في علاه. فلذلك ترى
بأنه قال ولئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك. ثم بين له ما هو أعظم ما يكون رجاء، ومن السنة أنك إذا عدت مريضا أن تأخذه بيده إلى الرجاء. فقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. طبعا في قول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لها قيود وشروط، منها اليقين، منها المحبة، منها الصدق، منها الإخلاص. فقال حرمه الله على النار، وحرمه الله على النار قد تكون سيئته أكثر من حسناته، فيدخل النار بذلك، ثم يخرج بشفاعة الأنبياء والمرسلين وشفاعة الملائكة وشفاعة رب العالمين، لكن الخلود يمنعه من النيران. يبقى قوله حرم الله عليه النار يعني حرم عليه الخلود في النار، هذا إذا دخل أولا، ثم يخرجهم الله جل في علا بالتوحيد. يقول شفعة الملائكة، شفعة الأنبياء، شفعة المؤمنون، بقي أرحم الراحمين، شفعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. فقوله حرم الله على النار لها توجيهان، التوجيه الأول من أول وهلة، وهذا أيضا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختبأت دعوتي شفاعة الأمة وهي نائلة أهل الكبائر بإذن الله، وهي نائلة أهل الكبائر بإذن الله. فهؤلاء الذين استحقوا النار، ثم الله جل وعلا يدخلهم الجنة وإن استحقوا النار، لأنه يرى في قلوبهم الإخلاص والصدق في هذا، فيدخلون الجنة. كما في حديث البطاقة يقول ما تنفع هذه البطاقة مع السجلات، يقال لا ظلم اليوم، فتأخذ ويدخل وترجح كفة البطاقة فيدخل الجنة. إذن التأويل فقط في قول حرم الله عليه النار، يعني حرم عليه النار إما أول وهلة بسبب إما في أول وهلة بسبب الشفاعة، وإما يدخل ثم ذلك ينقل الله إلى نهر الحياة فيدخل الجنة مع الجهنميين. وقوله إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، قال عاد حكي عن جماعة من السلف منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، وقال بعضهم هي مجملة يحتاج إلى شرح معناها من الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول حسن البصري، وقيل إن ذلك لمن قال عند الندم والتوبة ومتى. وطبعا يقال أيضا إذا ختم له بها في هذا الباب. ووجه هذا الحديث أنهم يدخلون الجنة وإن عذبوا النار، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة عليه الحق والخلف والسلف خلافا للخوارج. فمن تاب توبة نصوح، ومن كان حسناته غلبت على سيئاته فهذا في الجنة من أول وهلة، ومن كان سيئاته غلبت على حسناته فهذا ينظر فيه، إما أن يدخل الله من أول وهلة بشفاعة الأنبياء، وإما أن يعذبه ثم يدخله بعد ذلك الجنة. نعم. قال المصنف حدثنا سعيد بن نصر أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد حدثني عامر عن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي قال سمعت عبد الله بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة في أنشاء الله عليه 99 سجلا أو سجلا وكل سجل مثل مدة البصر. ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمت كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول أحضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وانظر هنا في هذه المسألة مسألة عظيمة، مسألة البطاقة، الجميع له، الجميع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، الجميع قال بذلك، الجميع قال بذلك. ولكن لا، الجميع لم يكن مخلصا صادقا فيما قال، الجميع لم يكن يعني لم يكن على وزن الصدق والإخلاص الذي ينجيه من عذاب ربه، ولكن لصدق صاحب البطاقة رجحت كفة البطاقة وكانت لا إله إلا الله لا يمكن أن تزن معها شيء، لا إله إلا الله توحيد. ولذلك قلنا بأنه يعني قد قضية الكون الكبرى هي
هي توحيد الله جل وعلا. خلق الله الخلق وانزل الكتب وارسل الرسل من اجل تحقيق هذه القضيه العظيمه، قضيه التوحيد، والدنيا باسرها تقف من اجل هذه القضيه، والكون كله يغرد توحيدا. وقول يثقل ان يعني يرجح ولا يغلب مع اسم الله شيء، يعني لا يقاومه ولا شيء من المعاصي ولا من التعديات ولا من الكبائر ما دام موحدا مسلما فالجنه اولى به، ما دام مسلما فالجنه اولى به. فبنختم كتاب الايمان كليه ولله الحمد والمنه. باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، هذا كتاب عظيم جدا، هذا كتاب خرجه أبو داود بن ماجه. حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار، حدثنا فضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفرق أمتي وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الباب عن سعد وعبد بن عمرو وعوف بن مالك قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وفي قولي أن الافتراق سنة كونية، وأنه ستفترق هذه مع 73 فرقة، والافتراق كما قلنا سنة كونية، والاختلاف سنة كونية، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. والله تعالى يعني أمر واستنهض الهمم، تأخرت جدا على السبيل، أمر واستنهض الهمم على عدم الافتراق. فإذا إن وإن كانت الفرقة سنة كونية، لكن وجب رضي الله عنه جزاكم الله عنه خيرا، وإن كانت الافتراق سنة كونية وجب لذلك قطع سبيل الافتراق، لأن شرعا يأباه الله جل في علاه. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقتم في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لا لا ما، لكن مرهق طبعا، مرهق جدا مما عندي، أجيب الأنفية يعني بتلتهب علي كثيرا، لكني لست مريضا. جزاكم الله كل خير. قال: لو تفترق هذه الأمة على 73 فرقة فيها زيادة، والزيادة في ذلك قال: كلها في النار إلا واحدة. قوله في الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو بن عوف بن عوف بن وعوف بن مالك، حديث عبد الله بن عمرو اخرجه الترمذي حديث عوف بن مالك اخرجه ابن ماجه مرفوعا. افترقت اليهود على 71 فرقه، فواحد في الجنه و70 في النار، وافترقت النصارى 72 فرقه، في 71 في النار وواحد في الجنه، ولنفس محمد بيدي لا تفترق امتي على 73 فرقه، فواحده في الجنه و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعه. وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان، وأخرجه أحمد وأبو داود: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، ملة من هذه الأمة تفترق على 72 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. الحديث له طرق كثيرة جدا جدا جدا، وإن كان السند في بعض الضعف فالطرق كثيرة جدا فيها الصحة. وقال: حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه والحاكم صحيح ونقل المنذري تصحيح. قال المصنف: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن زياد الأفريقي. عبد الرحمن ضعيف، عبد الرحمن الأفريقي ضعيف، نعم الأفريقي ضعيف. عن عبد بن يزيد عن عبد بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على أمتي ما أتى على من يسلك حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. من بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة ملة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أنا عليه وأصحاب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب مفسر، لا نعرف مثل هذا إلا من هذا، يعني لا نعرف تفسيره إلا من هذا الوقت. وفيها كما قلنا السنة الكونية أن هذه الأمة ستفترق، وكتب الله عليهم الفرقة، وعليهم أن ينبذوا الفرقة. كونوا عباد الله إخوانا. قال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وأيضا
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه يعني ستكون مثل بني اسرائيل، حذو القدر بالقدر، حذو النعل بالنعل. قال حتى اذا وجد من ياتي امه فيهم ياتي سيوجد من هذه الامه من ياتي امه فيهم. وهذا صحيح، هذا صحيح، وقد حدث. يعني المساله اصلا واقعه، المساله واقعه، كثير من اتى محارمه الى الان، الى الان ياتي محارمه، والانسان في ذهول من ذلك. لكن ورد ووجد وجد في الأمة من أتى أمة على من يصنع ذلك. وأن بني إسرائيل لما افترقت قال كلها في النار إلا واحدة، وهذه الأمة أيضا كلها في النار إلا واحدة. قال إلا ملة، إلا أهل ملة. قالوا من هي يا رسول الله تلك أهل الملة؟ فقال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني ما أنا عليه من اعتقاد وعمل، من اعتقاد وعمل. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب في سند عبد الرحمن بن زياد الافريقي وهو ضعيف، فتحسين الترمذي له لاعتضاد باحاديث الباب، حديث الترمذي له لانه يعتضد بالروايات. وحديث عبد الله بن عمرو هذا اخرجه ايضا الحاكم، وفي من انا ما انا عليه اليوم واصحابه، والحاكم صح الحديث. مفسر اسم مفعول من التفسير، مفسر او مفسر من اسم مفعول، نعم، من التفسير. وقد قال علماؤنا واعلم أن أصول البدع ثمانية: المعتزلة هم 20 فرقة، والروافض والخوارج والمرجئة والجهمية، وكل ذلك أصول بدع، كما قال ابن المبارك أصول البدع خمسة وذكر منها هؤلاء. قال المصنف حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله، وهذه معناها أن الله قد فرغ من العباد، جف القلم على علم الله، يعني قد فرغ الله من العباد. من خلقه للجنة فهو في الجنة، من خلقه للنار فهو في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج بكتابين قال هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وذرياتهم، ثم أجمع ذلك، وهذا كتاب الشمال هذا أسماء في كتاب فيه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم. ثم قال أجمل على ذلك قد فرغ ربكم من العباد. ولما جاء رجل من الإسلام قال يا رسول الله رأيت ما نعمل فيما مضى وانقضى أم هو الأمر أنف؟ قال لا، فيما مضى وانقضى. ثم قال ففيما العمل؟ نرتكز على الكتاب. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق. وخذت هذا من أرجى الحديث، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقام، ويكون قد يسر لك ذلك الأمر. وطبعا النور، 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 الهداية، الهداية العظيمة، هداية، وأي هداية أسأل الله جل في علاه. فالهداية هي الكتاب والسنة، وهذه أصل الهداية، أصل الهداية الكتاب والسنة، هذه أصل الهداية. قال المصنف حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري حق الله على العباد؟ قلت له رسول الله. قال فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قلت له رسول أعلم. قال ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. وهنا هذه المسألة العظيمة، هذه المسألة العظيمة التي نراها في هذا الباب ما شاء الله. قلت أحد يبعث لي هذا الرابط، المجموعة هذه على التليجرام، يحسن إليه. فهنا هذا الحديث عظيم جدا. معاذ كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أردفه خلفه، وكان يقول يا معاذ، فيقول لبيك رسول الله من الأدب، ثم يقول أن
فيقول يا معاذ، يقول لبيك رسول الله، يقول يا معاذ ليسترعي انتباهه، فيقول معاذ لبيك رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتدري ما حق الله على العباد؟ هو حق اوجبه الله جل في علاه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قلت له رسول اعلم اعلم، وهذه من ادب طالب العلم، من ادب طالب العلم ان هو لا ينازع شيخه ويقول اعلم وعندي وكنت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وشيء النكله في سياق النفي تفيد لا شيء يقبل الله جل وعلا من الشرك، لا الرياء ولا شرك اصغر ولا شرك ولا شرك اكبر. قال وحق العباد على الله هو حق احقه الله على نفسه تواضعا، استغفر الله، ما يقال تواضعا، يقال هذا حق احقه الله على نفسه رحمة وكرما وعطاء، لأن الكون والعباد عباده، لو عذبهم جميعا ما ظلمهم، فرحمة منهم أوجب على نفسي أن من وحد الله يدخل جنة، أنه لا يعذب من وحد الله جل وعلا. ثم قال، ختم المصنف هذا الحديث، قال حدثنا محمد بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع الأعمش كلهم سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني فأخبرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإنزلنا سرق، قال وإنزلنا وأن سرق. هذا حديث عظيم جدا يختم به الباب، وهو يختم به الباب وهو حديث عظيم جدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بأنه من مات لا يشرك بالله شيئا مآله إلى الجنة. قوله بشر إنه من قال لما مات على من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، والمعنى هنا لا يشرك بالله شيئا وإن غلبت سيئاته وحسناته ودخل النار فإنه لا يخلد في النار بل يحول إلى الجنة، بل يحول إلى الجنة، بل يحول إلى الجنة، أو يدخل من أول وهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك أبو زرع تعجب، قال وإنزنا وإنسرق، 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 قال وإنزنا وإنسرق وشرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. هذه فيها دلالة على فضل التوحيد، وذلك يكون قد ختمنا بفضل من ربنا ونعمة الكتاب كتاب الإيمان. وفضل التوحيد كما قلنا هو أنه يكفر الصغائر والكبائر، وفضل التوحيد أن المرء يدخل الجنة من أول وهل بسبب التوحيد، وأيضا فضل التوحيد أنه يخرج من النار وإن لم يعمل خيرا قط، إن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. الفوائد المستنبطة، قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه. تفترق هذه الأمة 73 فرقة ولا ينجو منها إلا فرقة واحدة كانت على هيئة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. نعم. يتمنى أهل الكفر الإيمان مما يرون من رحمة الله الرحمن بعباده أهل الإيمان أنه يدخلهم الجنة، أنه يدخلهم الجنة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم.
وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. فإن الهموم بقدر الهمم.